أن أشير إلى خدمتين الجديدتين التي أطلقها الصندوق، وهي إطلاق الجيل الثاني من بطاقة الشفاء التي تتضمن مزايا عديدة، من بينها السعة الأكبر بالمقارنة مع النسخة الأولى من بطاقة الشفاء، وكذلك تحتوي هذه البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيدين وذوي حقوقهم. كما أشير إلى أنه أيضا تم رفع سقف التكفل بصرف الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير من 3000 دينار إلى 5000 دينار. وهنا أشير إلى أنه لا داعي لاستبدال البطاقة القديمة بالبطاقة الجديدة من النسخة الثانية من أجل الاستفادة من هذه المزايا الجديدة التي تخص رفع السقف، إذ أن البطاقة القديمة سارية المفعول فيما يخص هذه التحديثات الجديدة.